في حاجه في مع اللعيبه مش مظبوطه. تمام. اللعيبه مش بس ده حصل امتى؟ في الاخر. في الاخر. تمام. اي مدرب، وهرجع اقول برضو حضرتك كنت مدرب كبير، اي مدرب جديد داخل منظومه وكان في مثلا اخفاقات او تراجع في المستوى في البدايه، كل اللعيبه بتحاول تكتسب ود المدرب وتبرز اقصى واحسن حاجه عندها، وكل المناخ بيبقى كويس لان مش عاوزين مشاكل في البدايه، ولازم الناس كله يستوعب كل حاجه عشان الامور تمشي. ده طبيعي في اي مكان، في النادي الاهلي او بره النادي الاهلي، طبيعي مع وجود مدرب جديد ده كله بيبقى موجود، عدم اختلاق مشاكل، عدم ضغط اعلامي في البدايه. بعد كده وخاصه في الانديه الكبيره والجماهيريه اللي يعني هتبدا يبقى في مشاكل، سواء من نواحي الضغط الاعلامي او بعض المشاكل الداخليه، اللعيب لو ما بيلعبش ولو المدرب مش قادر يكنترول عليه في التوقيت ده. عشان كده بقول لك خلي البدايات تمشي زي ما هي، وقدام هنعرف الامور ماشيه ازاي. تعرف انا بحترم الكلام اللي انت بتقوله جدا، عارف ليه؟ لان واحده من الاخطاء اللي بيرتكبها الاهلي والزمالك في بعض الاوقات الاعلام والادوات الاعلاميه بتاعت الاهلي والزمالك في وقت من الاوقات بتبقى الدبه اللي قتلت صاحبها. تمام. بيعملوا يعني بيعملوا تضخيم كبير جدا. تمام. من حجم لاعب او حجم مدرب، وهم عايزين يساعدوه وهم فاكرين ان هم كده بيساعدوه، بس هم بينفخوه نفخه معينه. بعد كده لما تيجي في المواقف الحقيقيه، هو الراجل كويس بس انت اظهرته ان هو كويس في التوقيت ده، بس انت ما تدركتش معاه في انه يبقى كويس ازاي. ما الناس ما بتبقاش متوقعه منه الاخطاء، لان انت مخيله للناس ان هو حاجه تانية خالص. عشان كده بقول ايه، خلي كولر يمشي في طريقه. صحيح. طبيعي انه مدرب، طبيعي انه هيغلط، طبيعي هيبقى عنده مواقف صعبه جدا، مش كون انه كسب اول 6 ماتشات هيفضل يكسب على طول. هيبقى في عصارات، هيتعامل ازاي مع العصارات دي؟ وبعدين المدرب الاهلي والزمالك الضغوط مش بيجيله في الاول، الضغوط بيجيله بعدين لما تبدا يعني انت في البدايه بتكسب، بعد كده بتبدا تدخل على المراحل النهائيه. افريقيا انت لازم تكسب افريقيا، الدوري انت لازم تكسب الدوري في النهائيات، بتنافس على كل حاجه. الضغط بقى من هنا، هتتحمل انت الضغط الاعلامي والتعامل معاه، تتحمل ضغط النتائج وتتعامل معاها، تتعامل ضغط الاداره والضغط اللي بتصدره انها محتاجه لكل بطوله وكل مكسب. هو دور المدرب في الفرقه الكبيره بيبان هنا كابتن.